مساء الخير جميعا، أنا مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية للأفلام. شكرا لوجود ضيوفنا وزملائنا بهذه السيشن اللي بدنا نحكي فيها عن واحد من المشاريع المهمة اللي عم نطبقه من خلال دائرة بناء القدرات في الهيئة الملكية للأفلام، وهذا المشروع اسمه الأصوات المسموعة. مشروع الأصوات المسموعة عم بيكون مشروع من المشاريع المهمة، مش فقط بعنوانه وبقيمته، إلا أنه كمان مهم جدا بشراكته اللي هي عم بتكون مع مهرجان مالمو للسينما العربية، واللي عم بيدعمها المعهد السويدي، وعم ننظم من خلال هذا المشروع برنامج تدريبي عم بيسلط الضوء على الإرث الثقافي لإنتاج أفلام روائية قصيرة، ما يعني بحدود أقل من سنة من أيلول، من أيلول 2021 لشباط 2022. عم بيكون المشروع موجه لصناع الأفلام في المملكة الأردنية الهاشمية، اللي لازم يكون في عندهم درجة من الخبرة، واللي رح يحكي عن أكثر الشروط والتفاصيل تبع البرنامج فيها من خلال زميلي عبد السلام مدير بناء القدرات. طبعا نحن دائما نطلع على الشراكات، شراكتنا مع مهرجان مالمو عم بتكون شراكة قديمة، إلا أنه كمان عم بيصير تأطير لإلها من خلال هذا البرنامج. رح يكون في شبكة، يعني بمثل هاي الشبكة التعاون اللي عم نشتغل عليها الدولية، عم تعطي فرص مهمة لصناع الأفلام الأردنيين أو حتى المقيمين بالأردن، بحيث أنه رح يتم اختيار مشاريع، وهاي المشاريع مجرد ما تم اختيارها رح تروح للإنتاج بدعم مالي بمبلغ معين. طبعا المشروع هذا عم بيكون بيستهدف المحافظات والعاصمة عمان. يعني بدي أشكر جدا جدا الشريك الأساسي والقديم، يعني وإن شاء الله دائما المستقبلي، مهرجان مالمو للسينما العربية. من الرائع إنه نحن يكون في عنا أفلام، مهرجانات أفلام عربية موجودة في دول العالم المختلفة، اللي نقدر من خلالها تكون منصة لنحكي فيها عن أفلامنا، نحكي فيها عن السينما في الوطن العربي، عن قصصنا وحضاراتنا وإرثنا ومعاناتنا، يعني بكل الجهات. طبعا بدي بس سريعا أرحب بالأستاذ محمد قبلاوي، اللي هو رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ومدير لشركة التوزيع السينمائي اللي هي السينما العربية بالسويد. هو مخرج ومنتج، واشتغل في عالم الأفلام والإعلام بباع طويل. ما بدي أفوت بكل التفاصيل تبعه، إلا أنه نحن فخورين أنه نكون شركاء معك أستاذ محمد. شكرا لك. شكرا لك، وشكرا لثقتك ولشراكتك بهذا المشروع وبكل العلاقة اللي نحن كنا موجودين فيها، وإن شاء الله تستمر. وأيضا بس بدي سريعا أعرف بزميلي عبد السلام، للي ما بيعرف عبد السلام اللي هو مدير بناء دائرة بناء القدرات، اللي رح يحكي لنا كمان تفاصيل شوي عن البرنامج. أستاذ محمد، بترك الحديث إليك، ومرة تانية أنا كتير كنت سعيد أني تعرفت عليك شخصيا بمهرجان كان، وأسعد بأنه إن شاء الله رح تكون عنا كمان في الأردن قريبا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك وشكرا للمقدم الجميل الرائعة، ونحن طبعا بدورنا بنفتخر بتعاوننا مع الهيئة الملكية للأفلام منذ حوالي تقريبا تأسيس مهرجان مالمو عام 2011 إلى حتى اليوم. وهل الكثير اللي ما بيعرفوا أنه مهرجان مالمو افتتح في الدورة 2011 بفيلم أردني، وكان لنا الشرف بهذا. دائما كل سنة في عنا مشاركات من الأردن، دائما في تعاون مع الأردن، ولو حتى كان بعض الورش العمل اللي بتمتد 5 أيام وعشرة أيام، حتى جاء عام 2021 ليتوج هذا التعاون بتعاون في الأصوات المسموعة، وبرنامج له دور كبير بتمويل من المعهد السويدي. المعهد السويدي عنده برنامجين سنويات،
تقريبا يعني احد البرامج، برامج تحت التجريب وبرنامج تعاون مشترك كبير. والبرامج اللي تحت التجريب بتكون ما بين السويد واحدى الدول العربية المعنية بهذا المشروع، خلينا نسميه، وهي شمال دول شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط. ودائما كان في هذا التعاون. المشاريع الكبرى تقريبا مثل مشروع الاصوات المسموعة اللي راح يلقي الضوء على انتاج 8 افلام في المرحلة الاولى، 4 افلام مثل ما تفضلت حضرتك روائية قصيرة، والعامل والنصف الآخر هو ب4 أفلام وثائقية جديدة. الجديد بهذا المشروع اللي نحن دائما نفتخر فيه وخاصة بهذه الشراكة، إنه هذه الأفلام ستبدأ دورة التوزيعية أو العرض للجمهور بعد أن تكون قد عرضت في الأردن، وهو أول عرض، وهذا من حق الأردن أن تعرض في الأردن بعرض خاص، أنه هو تكون في يعني مهرجان مالمو في دورته 12 و13 على التوالي، يستضيف هذه الأفلام مع صناع هذه الأفلام حتى تكون لهم الفرصة بالتقاء مع السينمائيين المحترفين من كل دول العالم في من خلال 6 أيام مشاركتهم في عروض أفلامهم، مناقشة أفلامهم، ومشاركتهم أيضا في بعض الورش وبعض الندوات وأي أكتيفيتي أو أي نشاط يحصل خلال المهرجان، وفرصة كمان أنهم يحضروا أكثر من 100 فيلم عربي يوفرهم مهرجان مالمو سنويا. أنا بدوري بشكركم كثير وشكرا على هذا الوقت اللي أعطتوني لأعرف عن هذه الشراكة، و يعني فخرنا بهذه الشراكة واعتزازنا بهذه الشراكة، مع تمنياتي المستمرة بدوام هذه الشراكة، والمستفيد الأكبر هي السينما العربية أو هذا المتطور أو السينمائي اللي نقدر نسعى إن شاء الله بتطوير قدراته حتى يحصل عنا 8 مخرجين خلال 2 عامين، فهذا شيء طيب وشيء جيد. طبعا أكيد. شكرا أستاذ محمد. يعني أدي عم نحكي نحن كمان على موضوع جدا مهم عم بيسلط الضوء عليه هذا البرنامج، إنه عم بيكون في تعاون أردني سويدي وخبرات عم بيتعرض إلها صناع الأفلام الأردنيين قد ما تكون بالسهولة إنه في الحياة العادية يقدر ويوصلوا لهاي النوع من الخبرات. بدي كمان أكد على الموضوع الأساسي اللي هو الإرث الثقافي. يعني كتير من القضايا اللي نحن بحاجة إنه نورجيها عالميا هو الإرث الثقافي من خلال أفلامنا. مش بالضرورة دائما نحضر وثائقي، رغم إنه الوثائقي كمان يعني توجه ممتاز، إلا إنه كمان يكون في إبداع بإنه يكون روائي. هذه فكرة جدا جدا رائعة. بدي أقدم أجين عبد السلام زميلي يحكي لنا شوي عن تفاصيل البرنامج. أشكرك مهند وشرفنا أستاذ محمد قبلاوي. شكرا لك. إن الشرف إنه تكون معنا. برنامج الأصوات المسموعة زي ما ذكرته هو مخصص لإنتاج أفلام روائية قصيرة ماكسيمم، يعني أو الحد الأقصى المدة هو 12 دقيقة. آخر يوم للتقديم للمشروع هو يوم الأحد 25 تموز من هذا العام. بداية احنا راح نختار 4 مشاريع للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، وسيقدم المشروع برنامج إرشادي للمشاركين من قبل صناع أفلام من السويد ومن الأردن. والبرنامج راح يكون على مدار 4 مراحل. المرحلة الأولى وهي تطوير النص، وتطوير النص بعد ما يتم اختيار ال4 مشاريع سوف يدخلوا بتجربة تطوير النص على مدار 3 أشهر تحت إشراف كاتب أو كاتبة سويدية، راح يكون أونلاين. بعد ما ينتهوا من التطوير النص راح نروح على المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنتاج. سوف يطلب من المشاركين إنتاج أفلامهم، وهي سيكون هناك منحة مالية لكل مشروع مبلغ كحد أقصى 4000 دينار، من هدفه إنتاج الفيلم. وبعد ما ينتهي مرحلة الإنتاج، المرحلة الثالثة هي مرحلة المونتاج، سيتم عقدها في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام إن شاء الله، ستكون تحت إشراف مونتير سويدي، سيأتي إلى عمان في خلال مختبر مكثف، سيجلس مع المونتير الإديتورز اللي موجودين على الأفلام حتى يساعدهم في
إنهاء الشكل النهائي للفيلم. المرحلة الرابعة والمهمة هي إعطاء فرصة لشخص من كل مشروع لتقديم الفيلم وتمثيله في مهرجان مالمو السينمائي لعام 2021 في دورته الثانية عشر إن شاء الله. وسيتم يعني التكفل بكل التكاليف السفر الذي تتعلق بممثل هذا المشروع. إن شاء الله إنه هذا المشروع زي ما قلت إنه يعني إحنا الآن هلأ الطلبات تم الإعلان عنها وأي حدا بيقدر يقدم. بحب بس أنبه إنه أي حدا أردني مقيم في الأردن أو مقيم هو أجنبي عربي سواء أو كان أجنبي مقيم في الأردن هو يحق له التقديم، بس يجب أن يكون المتقدمون يعني المتقدمين في كل فريق من صناع أفلام كتبوا أو أنتجوا أو أخرجوا ما لا يقل عن 3 أفلام قصيرة روائية أو وثائقية. يعني إذا أنت كنت مخرج في أحد الأفلام ومصور في أحد الأفلام أو كاتب بأحد الأفلام أو مخرج يعني بتقدر تقدمه. يعني لازم يكون عندك 3 تجارب سابقة في 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 مجال الأفلام حتى تقدر تكون مشارك في هذا البرنامج. ويجب أن يتألف الفريق المتقدم على الأقل 3 أشخاص: كاتب النص ومنتج النص ومخرج. يمكن أن يكون الكاتب نفسه هو المخرج. وأيضا نعطي فرصة للمساعدين إذا كان في كورايتر أو كاتب مساعد أو مساعد مخرج أنهم يحضروا ورش العمل حتى نعطي فرصة للناس الآخرين. أهم شيء أنه لازم يكون الثيم تبع الفيلم اللي أنت بتقدمه يتحدث عن الموروث الثقافي. شو نقصد بالموروث الثقافي؟ حاطين إحنا بالطلب شرح بسيط بحب أعيده، هو اللي نقصده هو تعبير عن طرق المعيشة التي طورها المجتمع وانتقلت من جيل إلى جيل، والتي تشمل الأماكن والأشياء والعادات والممارسات والتعبيرات والقيم الفنية، كما أنه إرث من التحف المادية والصفات غير الملموسة لمجموعة أو مجتمع موروثة من الأجيال السابقة والتي يتم الحفاظ عليها في الحاضر لبقائها للأجيال القادمة. يعني أي قصة حولك تتحدث عن هذه المواضيع، عن طرق المعيشة، عن سواء كان لبس قديم، عادات، أفراح، أحزان إلى آخره، وحاسس أنه في قصة معينة بتمثل هذا الموروث، بإمكانك أن تقدم لهذا المشروع ونساعدك في تطوير الفكرة وتنتج هذا الفيلم. طبعاً أنه كيف ممكن نقدم؟ أي حدا حابب يقدم طبعاً هنالك إحنا أعلننا عن من خلال الفيسبوك ومن خلال تويتر والإنستغرام التابعات للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالإضافة لمهرجان مالمو السينمائي تم نشر الإعلان، وهناك في نموذج يجب تعبئته كاملاً، وهذا النموذج سهل بإمكانك تقدمه باللغة العربية وبإمكانك تقدمه باللغة الإنجليزية. إذا حدا بيسألني أنا بحكي عربي ما بحكيش إنجليزي والمرشد هو سويدي، بنقول إنه إن شاء الله رح نوفر خدمة الترجمة أثناء الورشة، يعني رح يكون فيه مترجم أثناء الورشة إذا كانت الوجاهية أو أونلاين، ساعدك في التعبير عن نفسك بشكل أفضل. وإذا كنت أنت بدك تكتب النص أكتبه بالعربي ما في مشكلة، رح نوفر أيضا. يعني مشكورين المانحين انتبهوا لهذه القصة وحطينا ميزانية ل ترجمة النصوص من العربي إلى الإنجليزي حتى ما نمنع فرصة من أي أحد للتقدم. آخر إشي بدي أقول إنه هذه الفرصة منحت حتى نعطي فرص للفيلم ميكرز من كل المدن الأردنية بالمحافظات كاملة. إحنا حابين إنه نسمع أصواتكم، قلنا أصوات مسموعة، بدنا نسمع أصوات من الكرك، من الزرقاء، من إربد، من المفرق. ما أجمل الموروث الثقافي في المفرق، ولا أحلى ولا هو مختلف زي وادي رم والبداوة. أكيد في قصص هناك، هذه القصص ممكن أنت تعبر عنها بقصة روائية وتقدمها على شكل نص، بس لازم يكون عندك خبرة شوي بالأفلام زي ما قلنا أنه أنت تكون شاركت في 3 يعني خبرات سابقة وعندك تيم تقدر تقدم. بدي أكد أنه لازم كل حدا يفتح على النموذج الكامل أو الطلب. إحنا مش الطلب بسيط ولكنه دقيق،
بدك تقدم خط درامي للقصة، بدك تقدم ملخص عن فكرة المشروع، بدك تقدم إطار عام للفكرة مسودة عن النص. هدول كاتبين إحنا بالنموذج تفاصيل عنها. إذا أنتوا عندكم أسئلة في منسقة المشروع مسؤولة عنه من قسم بناء القدرات اسمها ليال العتيبي، زميلتي مشكورة، هي تستقبل كل الإيميلات وبترد على كل الأسئلة. أيضا بإمكانكم أن تبعثوا إيميل على workshops@film.jo، هذا الإيميل مفتوح من أجل أنه يستقبل كل الأسئلة. إذا أي حدا عنده سؤال كيف أكتب، إذا عنده أي سؤال على اللي حكيناه أو مش فاهم إشي أو ما وصلته الفكرة، إحنا جاهزين للرد. بالإضافة هذا التسجيل رح ننزله على صفحاتنا الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالإضافة إلى صفحة مهرجان مانمو للسينما العربية إن شاء الله. إحنا موجودين لخدمتكم، نتمنى هذا المشروع يكون له بصمة. وأنا كتير مسرور إنه الشباب رح يروحوا على السويد، وفرصة للتبادل الثقافي، يعني مش بس كمان إنك تعرض فيلمك، تشوف بلد آخر، ثقافة أخرى، تقابل صناع أفلام في المهرجان، رح يفتح لك الأفق وفرص للتعرف على الناس في أوروبا. هذا فرصة كثير احنا بنعتبرها مهمة، وبنشكر انا شخصيا اشكر الاستاذ محمد قبلاوي، من اول ما طرحنا الفكرة عليه تقبلها وفهم انه هذا الاشي كثير مهم، انه نعمل هذا التبادل الثقافي من خلال السينما. هذا ما كل ما عندي، بدي اشكركم، وان شاء الله انه بنقدم ما هو جديد لكم. شكرا. شكرا عبد السلام. بدي بس اذكر مرة تانية، اخر موعد للتسجيل امتى بيكون؟ آخر يوم هو الأحد 25 تموز عام 2021 إن شاء الله. تمام، ولازم يكون على الأقل ثلاث خبرات سابقة. صحيح. عربي ما في مشكلة، يعني صحيح. بالعكس ندعم اللغة العربية، وإذا كان في حاجة للترجمة في مساعدة بالترجمة. والأفلام اللي رح يتم أو المشاريع اللي رح يتم اختيارها رح تاخذ دعم للإنتاج بما لا يقل عن بما لا يزيد عن 4000 دينار. صحيح. ورح تكون أونلاين، والبوست برودكشن كمان أونلاين بيكون؟ لا، الأونلاين هو مرحلة تطوير النص. مرحلة الإنتاج سيكون هناك مدرب أردني يساعدهم، أوبن سيت، يعني مشرف موقع التصوير. المونتاج رح يكون وجاهي، رح يكون فنان سويدي جاي إديتر يساعد الشباب في تطوير في انهاء الاطار النهائي للافلام ان شاء الله. اخر نقطه مهمه، اذا الناس بتم يسالوا ليش كاتبين احنا هون، اجانا كمان سؤال، لانه احنا كاتبين يسمح للاردنيين داخل الاردن او المقيمين في الاردن فقط. بمعنى لو كان اردني عايش بامريكا او باوروبا ما بقدر يقدم لهذا المشروع. ليش؟ لانه تنفيذ الفيلم يجب ان يكون في الاردن، ويجب أن يحضر كل الورش المطلوبة، ويجب أنه يتلاقى مع باقي الفريق. فنتأسف كتير يعني أنه هذا الإشي، بس عشان نقدر نعطي فرصة أنه الفيلم ينعمل بالأردن ويشاركوا فيه قد ما يستطاع من الشباب، يعني بس للتفسير لماذا عملنا هذا الشيء. إن شاء الله بالمستقبل يكون في فيرجن جديدة كمان بتسمح للأردنيين أو حتى العرب خارج بلدانهم. دائما بيكون في قصص، يعني أنا بعرف كتير من الناس اللي أهليهم هاجروا لأمريكا هم كانوا صغار، لحد الآن نفس اللهجة بيحكوا، اللي طلعوا من القرية اللي هم فيها عندهم كتير من العادات والتقاليد والإرث الثقافي يلي عم بيكون موجود لساته مثل ما هو، وينحكى هاي القصص إن شاء الله بالمستقبل. إن شاء الله. إحنا كل ورشاتنا معظمها هي للأردنيين والمقيمين في الأردن دائما، وفي هناك ورشات للإقليمية، برامج إقليمية تستهدف كمان للعرب والأردنيين والمقيمين في كل أنحاء العالم. صحيح. شكرا لكم. شكرا أستاذ محمد مرة ثانية، وشكرا لدعمك المتواصل، وعلى حر من الجمر إنه نشوفك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بعمان. عبد السلام شكرا لك، شكرا لفريق بناء دائرة بناء القدرات، ومرة تانية بدي أشكر المعهد السويدي لدعمه لهذا المشروع. شكرا لكم. شكرا جزيلا مهند. شكرا أستاذ محمد. مع السلامة. مع السلامة. باي باي.